العمل تحت ضغط 8 ساعات مرهق للغاية، متعب للأعصاب وبيخليك تفقد أي إبداع عندك. لكن مين قال أصلاً إنه لازم نشتغل 8 ساعات باليوم؟ ليش مثلاً مو 7 ساعات أو 9 ساعات؟ مين بدأ هالشي وكيف كل العالم اعتمد هاي السياسة في العمل؟ أنا عامر عم ببحث معكم عن إجابة، واليوم رح نحكي على الكنبة. قبل ما نبلش بيقولوا لك تعب هلأ مشان ترتاح بعدين. انت هلأ 6-7 ساعات مدرسة أو جامعة، غير الطريق والمواصلات وقت الدراسة والواجبات. خليني أقول لك أنه أنا جايك من بعدين اللي حكولك عنه، وببشرك أنه الراحة اللي حكولك عنها مو ضروري تصير. رح تتخرج وتتفاجأ أنك بتفيق أبكر وبتقضي ساعات أطول في الشغل، 8 ساعات متواصلة، وتسعى لو بتاخد بريك بالنص، وممكن أكتر وأكتر لو بتشتغل في شركة خاصة أو مصنع أو بالمياومة، واللي ممكن ساعات عملهم توصل ل 12 أو 14 ساعة باليوم. عشان هيك بدي إياك تركز معي وتفتح عينيك منيح بهالحلقة. يلا نبلش؟ بسم الله. هدى يا كرام، خلال 100 سنة بين منتصف القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر حدث ما يعرف بالثورة الصناعية. والثورة الصناعية مو شوية ناس مندسة طلعوا مظاهرات، لا أبداً. الثورة الصناعية هي عملية انتقال العالم من الاعتماد على القوى البشرية إلى الاعتماد على الآلات، من بكرة النسيج حتى الآلة البخارية. خلال هالفترة تحول العالم إلى عصر الماكينات، وبرز العامل في المصانع اللي كانت أحياناً بيشتغل 16 ساعة باليوم حتى تضل عجلة الإنتاج بتدور. وهون بدأت النقابات العمالية في أوروبا والولايات المتحدة تطالب بتقسيم اليوم إلى 3 أجزاء، 8 ساعات عمل، 8 ساعات استراحة، و8 ساعات نوم. وطبعاً لأنه أصحاب العمل رفضوا هذا المقترح، ما أخذ الموضوع الزخم اللازم لإقراره بالقانون. سنة 1890 كان معدل ساعات عمل عمال المصانع في الولايات المتحدة 100 ساعة أسبوعياً، يعني 16 ساعة في اليوم 6 أيام في الأسبوع. شركة هنري فورد كانت من أولى الشركات الأمريكية اللي طبقت مبدأ عمل 8 ساعات عام 1914، وضاعفت معه أجر العامل. هذا الشيء شكل صدمة في قطاع الصناعات، وعلى عكس المتوقع حققت فورد إنتاجية أفضل وهوامش ربح أعلى رغم ساعات العمل الأقل، الشيء اللي دفع شركات أخرى لاعتماد نفس المبدأ. في عام 1919 منظمة العمل الدولية أقرت في اجتماع تطبيق مبدأ تحديد ساعات العمل ب 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً. بعدين انتقل هالشي شوي شوي إلى دول العالم. طيب الآن وبعد أكثر من 100 سنة على إقرار مبدأ 8 ساعات، شو اللي تغير؟ اللي تغير إنه أصبحنا بنعيش ثورة من نوع آخر، ثورة المعلومات والإنترنت والعمل عن بعد من البيوت والمقاهي ومن التخت، وأصبح الإنجاز لا يقاس بعدد ساعات عمل الماكينة ولا عدد القطع اللي على عامل المصنع إنجازها، وإنما هناك أدوات قياس أخرى. بعض الأبحاث بتشير إلى إنه الموظف العادي بيكون منجز لمدة ساعتين و23 دقيقة فقط من أصل 8 ساعات. طيب وين بتروح الساعات الباقية؟ دراسة أجريت في بريطانيا على حوالي 2000 موظف بدوام كامل بتقول إنه معظم وقت الموظفين ما بوضوه في العمل وإنما على أنشطة أخرى، سوشيال ميديا، قراءة أخبار، نقاشات مع الزملاء في أمور ما لا علاقة بالعمل، قهوة أو شاي أو مكالمات ورسائل. الدراسة بتقول إنه 19% من الوقت الضايع بيكون للبحث عن وظيفة أخرى. طيب يعني هل نحن بحاجة إنه نزود عدد الساعات حتى نضمن عمل أفضل للموظف؟ في الحرب العالمية الأولى بريطانيا كانت بحاجة ماسة لزيادة وتيرة تصنيع الذخيرة من مصانع السلاح، فشكلوا لجنة مهمتها دراسة أفضل الأساليب لزيادة إنتاجية العاملين في مصانع السلاح. العجيب إنه الدراسة وجدت إنه لتحسين الإنتاجية عمال الذخائر بحاجة لساعات عمل أقل. بحث آخر استهدف نفس بيانات عمال المصانع في الحرب العالمية الأولى نشرته الإيكونومست عام 2014، وجد إنه لما زادت ساعات العمل الأسبوعية أكثر من 50 ساعة إنتاجية العامل قلت بشكل واضح. طيب شو الحل؟ نقلل عدد الساعات؟ في السويد أطلقت تجربة عام 2015 بالسماح لممرضات بالعمل لمدة 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات مع الحصول على الأجر الكامل. التجربة كانت بهدف دراسة هذا النمط من العمل لزيادة إنتاجية الموظفين ومنحهم حيوية وسعادة أكثر في حياتهم الخاصة والتركيز على هواياتهم وصحتهم النفسية. الدراسة أثبتت نجاح من جهة زيادة الكفاءة والمرونة في العمل وانخفاض عدد الإجازات المرضية، لكنها كلفت 20% زيادة في تكاليف الرواتب بسبب توظيف عدد أكبر من الممرضات لتعويض النقص في الساعات، فأوقف البرنامج عام 2017. في تجارب أخرى مو بزيادة أو تقليل عدد الساعات وإنما بالاستفادة من ساعات العمل بمرونة أكثر. سنة 2004 شركة جوجل قامت بطرح نموذج عمل 80-20 واللي بيعني إنه الموظف بيخصص 80% من وقت العمل لتنفيذ مهامه و20% لتنفيذ مشاريع جانبية أو ابتكار حلول جديدة. لك أن تتخيل إنه بريدك الإلكتروني من جيميل واستخدامك لتطبيق الطريق جوجل مابس هو نتاج مشاريع جانبية لموظفين في جوجل. بعض المفكرين على مدى عقود نظروا
للوظيفة باعتبارها نوع من أنواع العبودية، مثل الأديب المصري العقاد اللي استقال من وظيفته وكتب مقال الاستخدام رق القرن العشرين، بمعنى الوظيفة عبودية القرن العشرين. ومن هذاك الوقت أصبحت هاي الجملة شائعة جداً على ألسنة الناس للتشبيه بين العبودية والوظيفة، وأنه لا فرق بين استعباد الناس قديماً باستخدامهم وبين استقطاع ساعات طويلة من حياة البشر الآن مقابل الوظيفة. في السنوات الأخيرة ظهرت موجة أخرى من أشكال العمل وهي ريادة الأعمال، شحن الشباب بكلمات رنانة وعبارات مؤثرة ودعوتهم للاستقالة فوراً من العمل وتأسيس مشروعهم الخاص والتخلص من ساعات العمل الطويلة ومديرهم السيء. ولكن مثل أي شيء بالحياة غير كامل، ريادة الأعمال شيء رائع، ولكن في بداياته أنت محتاج تصرف وقت أكثر بكثير من وقت الموظف. بعض اللي مروا بالتجربة بيقولوا أنه لو كان الموظف بيداوم 40 ساعة في الأسبوع، فرائد العمل لازم يشتغل 80 ساعة بالأسبوع حتى يضع الأساسات اللازمة لانطلاق مشروعه. خليني أخذ معكم فترة كورونا واللي فيها قطاعات كتيرة تحولت إلى العمل من المنزل. هل أنت في المنزل بتستخدم 8 ساعات كاملة؟ ممكن أكتر لو كان مديرك بطلب منك أشياء بعد وقت العمل، وممكن أقل لو شلت وقت الفطور والغداء والقيلولة واللعب مع الأطفال وجلي الجليات وأخذ قيلولة مرة تانية. على الأغلب بتركز على المهام أكتر من الوقت الفعلي. في التعليقات احكوا لنا تجاربكم مع العمل 8 ساعات أو أكتر، واكتبوا لنا تجاربكم لو حاولتوا في بعض الأيام تنفذوا المهام المطلوبة منكم في وقت أقل. ولا تنسوا تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم، وبشوفكم حلقة جديدة من على الكنبة.